يعني حضرتك ذكرت فعلا فكرة التحول الرقمي اللي مصر بقت فيه، والمدن الجديدة اللي بقت أنشودة العالم كله بيتكلم عليها، العاصمة الإدارية اللي انتهت في وقت قياسي. فحضرتك يعني شايف مصر في المستقبل هتكون عاملة ازاي طبعا بعد هذا التحول الرقمي والبنية التحتية اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي؟ والله انا هقول لك بناء على تجربه تتعلق بكثره الاصفار في الغرب والشرق، يعني في كافه ربوع مصر. تستطيع ان تقولي ان مصر لاول مره منذ عقود طويله تشهد عمليه شامله للتطوير والتحديث والبناء، يعني ليست مقتصره كما يروج البعض على مثلا العاصمه الاداريه او على العالمين الجديدة أو ما أشبه ذلك. عملية التطوير وعملية البناء وعملية إعادة الهيكلة لكثير من المرافق والمؤسسات وغيرها تجري على قدم وساق في جميع المناطق المصرية. يعني لو لديك مثلا مصلحة ما في مدينة بعيدة ونائية وذهبت إليها ستجدين أصابع التطوير والتحديث والبناء موجودة في هذه المدينة النائية، ولا تحظى طبعا بتغطية الإعلام ولا تحظى ب يعني الظهور على وسائل الإعلام بشكل قوي، لكن عمليات التطوير والبناء مستمرة في كل منطقة، في العاصمة الإدارية، في العالمين الجديدة، في الطرق التي تم الانتهاء منها وتربط الصعيد يعني جنوب مصر بشمال مصر، عملية التطوير التي حدثت، الطرق التي انشأت من الضبعة الى 6 من 6 اكتوبر الى الضبعة، والمرافق والخدمات. يعني مثلا قبل عامين لم تكن توجد شبكة تليفونات على هذا الطريق، اليوم اصبحت موجودة. هذا يعني ان هناك عمل دؤوب مستمر ليلا ونهارا لتطوير الطرق، لو لم يكن ظاهر للعيان إلا أنه موجود على أرض الواقع. كثير من المشروعات نعمل في نهاية المطاف أن تؤدي إلى ثمار جيدة وأن تؤدي إلى انفراج على جموع الشعب المصري بفقرائه ومتوسطي حاله وأغنيائه.